روح تتنشر وتطلع للناس. قول لي النسخه اللي عندك حاططها في حته امنه. تاني الكلام ده شريف؟ اقف هنا. اقف هنا فين؟ اقف هنا نزلني يا اخي. هتنزل هنا تعمل ايه؟ عندي مشوار مهم لازم اعمله. مشوار ايه اللي هتعمله هنا؟ شريف يا ابني رايح فين؟ اشريف شريف في ايه؟ اطلع اطلع يا طيب اغلف. طب افهم طيب نفس وتسجل اغلف يلا. ايه اللي اغراك انك تكتب عن الجريمه دي بالذات؟ بصراحه لاسباب كتير، مثلا ان القاتل ما زال عايش وسطنا، وانه شخصيه عامه، وانه ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي. انا بتكلم في روايتي عن شخص الناس بتعتبره انه مثال للاحترام وهو مجرم. انا بتكلم عن سليمان عبد الدايم. الو الو اي عمرو، انا كلمتك كذا مره بس انت ما ردتش. انا فريده. فريده مين حضرتك؟ فريده مرات شريف عفيفي. انا فريده يا عمرو. فريده؟ ايوه ايوه فريده ايوه. في حاجه؟ كنت عايزه حاجه؟ حقيقي اللي سمعته ده قصدك على شريف؟ ايوه. انا كلمته على تليفونه القديم بس تليفون مقفول. لو عندك نمرته الجديده يا ريت تبعتها لي من فضلك. طيب يا فريد طيب هبعت لك نمرته. مع السلامة. سلام يا شريف، أنا فريدة. ألو شريف أنت سامعني؟ معاك. أنا بجد مش مصدقة نفسي، حاسة إني بحلم. أنا عارفة إنك أنت زعلان مني ومش طايقني، بس إديني فرصة أشرح لك وأقول لك اللي حصل. لو عرفت اللي حصل هيجرى ايه؟ لو عرفت اللي حصل هتعذرني. الو شريف شريف في عربية بتراقبني. عربية ايه اللي بتراقبك؟ شريف يا شريف رد عليا. انا لازم اقفل دلوقتي.